أدعو ما أرفع يدي إلى السماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على بس أردد الصلاة والدعاء صلاتي عليك يا رسول الله فقط فقط نعم. قال الحبيب إن فعلت ذلك أيوة كفيت همك وغفر ذنبك الله وفي أكبر. رواية وقضي دينك الله أكبر بالصلاة والسلام بس الصلاة والسلام على رسول بوابة السعادة في الحياة أن تصلي على خير الورى عليه الصلاة والسلام اللهم صل على رسول الله يعني أنت عندك هموم في قلبك نعم. وأنت عندك هموم في قلبك مغموم مهموم ضايق وتبغى تتفرج ألا يعلم الله ما في الصدور أليس العليم بذات الصدور ألا يعلم ما تخفي صدورنا وتكن صدورنا بلى والله لذلك ما تحتاج تتكلم بس صلي على رسول الله في دعائك فسيقلب الله همك فرحا الله وضيقك فرجا ويقضي دينك ويغفر ذنبك الله أكبر أحبابي سبحان الله كم خسرنا في حياتنا من مواقف بعضنا يدعو ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل ما افتتح ولذلك يقول بعض أهل العلم أن من فضائل الذكر والدعاء أن تستفتحه بصلاة وسلام على رسول الله وتختتمه بالصلاة والسلام على رسول الله بل قال بعض في رواية في حديث لا بأس به إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم سبحان الله أحيانا تدعو 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 لكنك ما ترفع الدعاء بالصلاة والسلام عليه أنت يا مهتدي يا مسلم أعيدها يا مسلم يا مسلمة وهل أسلمت واستسلمت وأنبت إلا بدلالته هو عليه الصلاة والسلام لك في الجنة.